شنو رسالتك للمنتخب؟ شنو كتقولي اليوم من خلال هذا؟ كنتمنى له كل التوفيق وان شاء الله الله يوفقه. حنا قلوبنا كلها قلوب المغاربه وقلوبنا كفنانين كلها معاه، وان شاء الله غادي يرفع لنا راسنا وغادي يربح. اش غادي نقول لهم؟ غادي ندعي لهم وغادي نقول لهم سير الله يوفقكم، ودائما كندعيو لهم، ما عندي ما نقول لهم، لانهم ما شاء الله عندهم اطار محنك، اطار وطني ديالهم محنك وعنده درايه في مثل هذه المباريات هذو وفي مثل هذه اللقاءات هذو. كذلك عندنا فريق قوي اللي غادي يقول الكلمه ديالو، لانه بحكم النتائج اللي عملوا مؤخرا، فما يمكن لي نقول الا غادي تكون المفاجأة، وإن شاء الله المفاجأة تكون مغربية ولما لا. وكنتمنوا يا رب التوفيق لفريقنا الوطني والبلادنا يا رب، وإن شاء الله بإذن الله كيف ما كتقول الملحمة التنظيم مهما طال لابد يكون في بلادنا إن شاء الله بإذن الله. رسالتي للمنتخب أنا قلتها في أغنية اللي غادي نقولها إن شاء الله، لأن كيفما كيعلم الجميع أنا مهووس بكرة القدم. أنا أغنية اللي درتها ما درتش بون ديك الأغنية العادية، أنا درت فيها كلام كما سبق ودرت في أغنية أخرى عاوتاني. أنا تنبغي نوجه كلام لمن للعابة، يعني في حال المرة اللي فاتت كنقول زعما كنقول لهم في المرة الأولى كنت قلت لهم الهجوم خير وسيلة للدفاع، اربح وخلي الحسابات في اتساع، حيت كل نوبة الدراري كيدخلونا هذيك المرحلة ديال الماشينة كالكيلي، لا هذا خصو يربح هذيك الآخر يديروا ايكاليزيو هنا، هذا حنا ما بقيناش بغينا نوصلوا على هذا، يعني الفريق ديالنا ما بقاش من هذا يبقى في هذا المستوى هذا ان يدخلنا الحسابات. واللي كاين في هذا ان شاء الله المشاركه ديال الفريق الوطني في لاكوب دي موند في النهائيات، تنقول بان هذه المشاركه الخامسه بغينا نحققوا فيها المفاجاه، بركه هذيك خطره دزنا للدور الثاني. دابا انا تنقول المغاربه طامعين فيكم توصلوا لاخر المعركه، يعني اخر المعركه ما نكرهوش واحد لا دومي فينال ان شاء الله الا شاء الله، وعلاش لا الفينال. ورسالتي للمنتخب المغربي كنقول لهم ان شاء الله فائزين، وحتى 2026 ان شاء الله غتكون من نصيبنا، لانه احنا بلد مؤهل استراتيجيا، كنقول سياحيا اقتصاديا، عندنا جميع المؤهلات باش نستقطبوا باش نستقبلوا 2026 بكل حراره. اي حاجه فيها حب الوطن، والا كتلقى اي واحد تمت المناداه عليه والا بالدعوه. كنتمنى ان شاء الله باش ننظموا ان شاء الله كاس العالم اللي غتكون مفخره للمغاربه والعرب كاملين.